وأضاف مدبولي أن الحكومة سوف ترفع الإعفاء الضريبي هذا العام، بحيث يتم إعفاء الموظف الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا من ضريبة الدخل. من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضا أن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بحيث أن المواطن اللي دخله مرتبه 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب، بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو اللي ما يدفعش. فاحنا ان شاء الله مع الاجراءات التشريعيه اللي هتكتمل هيبقى بيزيد حد الاعفاء الضريبي، بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن، وبالتالي ده كله بيتيح مره اخرى اليه للتسيير على المواطنين. الحقيقه في مجال توفير السلع الاساسيه ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حضراتكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوق في أسعار كل السلع، الدولة المصرية بتبذل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وده اللي الحمد لله وبفضل الله وكرمه قادرين أن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلع، سواء القمح، زيت الطعام، كل السلع الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط 6 أشهر مخزون استراتيجي، وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل. على الأقل بنبقى ضامنين إن لدينا احتياجاتنا، وبنشتغل دايماً على أن هذا المخزون اللي هو 6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة.